بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سبحان الله، الله يجيب لنا الناس الطيبة والحلوة والأستاذ من بيت كمال، أسرة كويتية شرقاوية. نعم عتيجة. نعم اسمك الكامل، احنا متابعينك باليوتيوب. علي كمال حسن علي محمد كمال. كمال احنا نعرفه ايام الوالد سيد يوسف ساشم احمد الرفاعي وزينب شقيقة الرقم الرفاعي الصوفية. يوسف كمال كان عضو في الرميثية. معانا ثلاث يوسف العيسى يا معود علي. هو لا شايب هذا شايب ولا شباب؟ هذا ابوه العبيد اللي كان يملك، ابوه ملك حق خواتي واخواني. شو اسمه الوالد ذكر الناس؟ عبيداني ولا عبيدي. انت شايب ولا شباب؟ لا والله شباب، بس احنا واحد. انت كنت بيوسف بن عيسى؟ يوسف بن عيسى سبحان الله. ما دام ابتدينا منها، منو تتذكر من جيلك؟ درست الضاحي عبد الله السالم اللي هو مدرسه الضاحي الحين عبد الله الدين ابتدائي. اي نعم. ومتوسط مع زايده، والثانوي اللي هو يسمونه يوسف بن عيسى جناعي عالم الكويت. اخواني احمد وعبد العزيز كانوا هناك، يمكن معهم السيد يوسف الرفاعي مؤيد. يمكن ويانا. انت مواليد اي سنه سيدي؟ 66. ارجع الى اول، اقول كان في عضو بالستينات او بالسبعينات في المجلس البلدي. نعم. يوسف كمال. اي نعم. شنو اسمه الكامل؟ يوسف الكامل. هم من قاسم، في علي، في احنا محمد، وفي علي وفي قاسم. زين. وفي الحين عضو بعد كمال مجلس البلدي. اي ومن عيال يوسف. لا الحمد لله. وانت؟ احنا من علي كمان. والنعم الله. سيدي انت ليش كله مبتسم ما شاء الله للحياة؟ هذه مبتسم لاني سبحان الله دائما ذكر الله بقلبي، عشان كذا ابتسم. نعم الله. انت في دواتك تفرح وتزعل ولا بس تفرح؟ والله ما زعل وايد، يعني ممكن اخلي اللي مسوي عذروه مسوي غلط بس يبتسم. اول بس فكره جت ما اجرح. اي والله لا ما شاء الله. اول فكره جتك شلون؟ اول فكره كانت بالبحر، فكره عن الاسكان. صح. وطلعت من البحر ان قاعد ابني بيتي تحت البحر وما كفت الفلوس وهذا، وسووا لنا طرق لان العيال ما عرفوا يتسبحون وزوجتي تعرف تسبح وكذي يعني. والله ما الكويتين اجدادنا واجدادكم وجدادك كلهم رزقتهم بالبحر. تحولت من البحر الى البر. اجدادي كلهم بالبحر. اي والله ايام البوص. منو تتذكر منهم؟ انت يدي حسن ويدي حسين. حسن كان غيس وحسين كان سيب. الله يرحمه. في نفس السفينة. إيه واحد سيف واحد غيس. زين هم الكويتين بسبب النفط هجروا البحر ولا في سبب ثاني؟ والله تاني. بسبب النفط، هذا كان خطأ كبير. المفروض يرعون هذه المهنة وما يهملونها. احنا كنا أكبر أسطول دولي اللي هو السفن الشراعية هذه، فلو معلمينها عيال للحين كان حتى اللهجة والكلام مفردات البحر أسماء الأشياء اللي بالسفينة كان ما نسيت. نفس البنة شلون أشياء نسيت الحين، مرزام ما المرزام ما حد يقولها. أيوة. حرام يعني حسافة الرخاء. التطور ترى مو بالأموال. أيوة والله. إيه وإنك تغير عاداتك أو تغير لهجتك هاي مو تطور، هاي تأخر. أيوة والله. حافظ على لهجتك، حافظ على لبسك، هذا هو التقدم. ومع التقدم العصر والتكنولوجيا. وهو اللي كان ذاك الوالد سيسر راح يقول البحر يعلم الرجولة والشدة بالضبط والصبر، لأن الملك والملكوت انت بين ملكوت الله. إيه الصبر والكرم. إيه والله. والرضا بكل شيء. اي والله ناس اندفنوا فيه وموت. في مقابلين الأستاذ مؤرخ هو بعد زار فيلك، نسيت استلم الأستاذ قبا زارد من الشباب اليدد. وأمس مقابلينه قال إن طبعا فيلك فيها سيدنا الخضر عليه السلام، فيها سعد سعيد الوطية. يقول الأستاذ يعقوب الحجي إن يمكن التقى فيها الخضر مع موسى. والمهم يقول إن الصبية وبوبيان فيها آثار البيزنطينية والرومانية. الحين قالوا، وأنا كلمت واحد مسؤول المجلس الوطني. صح. يوم قالوا قلت اتصل فيه أسئلة. من هو الدويش؟ لا مو الدويش، نسيت اسمه والله. أنصاري. كلمت التليفون قلت له صدق في آثار أقدم عثرت عليها بالدوحة وصوب الغفرة أقدم من مالة الفراعنة. يقول إيه والله، بس شنو ماكو ميزانية، حاوطناه ودفناه. الله هذا حكيه. هذا والله بسانة قال لي دفناها. قلت بس هذه أماكن فيها أشياء ثمينة ممكن تلقى. والله بنك وإلى المسؤول. قال لا عليها حراسة يعني. أنت روح لها اكشف سرها. تدفنها برمل ومشكلة هذه. لا بس هو سبحان الله، حتى الشيخ أمثال أحمد صباح قالت إن في صحابي لقوه مدفون يم سيفه هناك.
قبل 10 سنين يمست وين؟ لقيت القوه في الصبية مدفون بقبره ويم سيفه في الصبية، لان انت ذات السلاسل كانت هني كامه، فكانوا هني في مرور للحجاج من العراق، وعندك من نجد، ووايد كان كان مكان تجاري الكويت، ممر تجاري اول، بس ما كانوا يقعدون بسبب حرها وبرودتها الشديده، فكان ممر حتى اللي هو معركة ذات السلاسل كانت، وهذا أكبر دليل إن في لهم وجود قديم، بس شنو كان بالصبية ما كان داخل البلد، والدليل العوازم بالصبية من 2000 سنة أي والله كانت هي أفضل مكان في طقس جميل، ولا زال لهم قبور صار لهم 1000 سنة أي والله صح. هو سبحان الله في أمور يعني هي بإرادة الله، بس هو الحل شنو برأيك إحنا نقد بنانا الحكومة المقررة ليش ما تبي تعمر الجزر؟ وربا بوبيان مسجان قارو فيليتش، نحن عارفين شنو السبب الحكومة يعني هل تخوفها من يعني يعني سوت حتى جسر الشيخ جابر وسوت محلات وعمرت الجزر، بس الجزر الرئيسية الموجودة تركتها، والله سبب سياسي اقتصادي عسكري والله ما في شيء يعني خارج، والحين عندنا وفر مادي رهيب ما شاء الله، ما تبي وفر مادي أصلا، أنت تجيب الشركات هي تعطيك فلوس أي والله تستثمر طريق الحرير والصينيين تدفع لك فلوس أيام الشيخ صباح الأحمد قابلهم عندك جزيرة فينيتشا بروحها دار مدارها كنز الله. وهي بكبرها كنز فيها أماكن أثرية بالهبل داخل فمكانها بروحها كنز اللي هو شنو عندك آثار قدم الجزيرة من أيام الأغريق يعني تقدر تسوي واجهة سياحية رهيبة تجذب كل يعني والكويت أصلا منطقة جاذبة بس الكويت ما تبي تسوي نظام الزيارات يقول سألت كذا واحد مسؤول يقول لي لا احنا نسوي زيارات يدشون الكويت ما يسافرون يقول يغرمون يقعدون مستحيل انت عندك دولة فيها نظام شو ما يسافر احنا اي دولة تروح يعني الدولة الوحيدة عفوا نقد بناء اللي ما يسوون زيارات فيها الحين كل زيارة صار سنتين تقدر تسوي زيارات عادي لان انت اللي ما سويت فيديو على موضوع الزيارات ان ليش مسكرينها يعني انت بتزور اي دولة وين بتروح السكن مذكور وين لو بينحاش بينصاد وين بيروح ما ادري انا سالت يعني كذا واحد يقول لي لا ممنوع زياره الا يعني بعض الجنسيات القليله الخفيفه الافريقيه وانت قاعد تدخل الاقامات الغير شرعيه اللي فيها تجاره اقامات حتى الحين فيز وقفوها اكثر من شيء اسمه مصريين وقفوا بالنهايه يعني انت مو مستفيد انت قاعد اي اقتصاد الكويت كان الوالد والعالم قائم على اعاده التصدير يعني حتى الناس تيك وتروح بالضبط كانت اعاده التصدير من الاول بالبدايه لان مو دوله صغيره والله انا شفت فيديو استغربت فيليتش شاليهات المشروع السياحيه بيوت مهمله ثمنتها الدوله وبس المفروض ما تثمن اهل فيليتش لان الله. هذا تاريخ بروحه الله حد ذات اهل فيليتش وجودهم تاريخ عالمي فانت تطلعهم اي والله مجرد تطلعهم انت نسفت مو تاريخ نسفت شرق ونسفت جبله ونسفت الكويت كلها ما ظلنا بيوت بس هم على البحر هم تابعه اي دائره الاولى انتخابيه فيليتش اعتقد الاولى اي الاولى الله فانت لما تنسف مثل هذا نحمد الله انه صار عندنا اللي هو الدواوين اللي على البحر ولا كان بيهدمونها كان مالك اثر ناس والله لان انت تزعل اللي قالوا الكويت تبع دوله فلانيه بدر لا لازم تقول مو تبع تعالوا شوفوا شرق تعالوا شوفوا بيوتنا انت الحين لما تقول تعال شوف بيوتنا ما عندنا بيوت عيالنا حتى القريه التراثيه ايش فيها طقت عرشوب وقفت صار لها 20 30 سنه ما ادري من اللي تنازع ما حد عنده قرار بحيث انه يقول تم ويصير زين الحين احنا بالنهايه ما احب انا والله ان شاء الله لازم اقابلك مره ثانيه الحين احنا حكومتنا كان يعني معروف الواد كان درسه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وما من يوم الا اليوم الذي بعده اشر منه الحين اقرا مثلا احدى الجرائد كاتبه ابشروا حكومه مثاليه تلبي مطالب المجلس امه يعني هل الهدف معقول يصير؟ والله شوف اللي ما يفكر بالمصلحه العامه ويفكر بكرسيه وانه يرضي احزاب ويرضي مواضيع اصبح كل دوله انت يصير فيها سوء اداره وتنتهي بسرعه وتغرق بالمشاكل والدلائل كثيره كان عندك الدول العربيه اللي حولنا هذا سببه اللي صار فيهم كذي وجاعه وصار عملتهم من العراق من دينار و50 صاروا بالحضيض لبنان نفس الشيء ليبيا وغيره وغيره اذا ترضي ما ترضي يلا ها وتسوي عداله بين الجميع ما تعطي هذا مليون متر مزرعه وهذا ما ياخذ ولا شيء ها بالنهايه تنهار الدوله
زين هو لا تفضل سيدي، هذا شخصية سياسية واجتماعية. لا هو يعتبر سياسي. شفت المصابرة كجي هذا هو. أقول بس إيش رأيك في، أنا عجبتني أفكاره ووايد يعني شخص مخلص وتحصه من داخل يعني هو يبي مصلحة الكويت. هاي من الوالد سيد يوسف راعي الله يرحمه عربي انجليزي. انت من عياله؟ ان شاء الله. انا باسكندر. ما شاء الله. احنا نعرف تاريخ الكويت، وين فريجكم القديم؟ شرق. وين ايرانكم؟ ايران العسايس. اوه والنعم السبانه. وبعد انتوا اسكندر ولا ابو اسكندر؟ اسكندر. في كان ابو اسكندر ما نادي كاظم احنا. كان نادي ايه يعقوب؟ ايه ولا سيمبوز. ومنو غيرهم نعرف في تاريخ الكويت؟ والله انا ما لي شغل بالتاريخ. لا ايرانكم غير اللي ذكرته. بن سري جنعان البعركي نسيت مال صغير ذاك الوقت. زين بسالكم كل واحد سؤال. الاستاد محمد عدل علي كمال. علي كمال والاستاد يوسف. هل انتم تبون حكومه من الجنه تيكم ولا اي حكومه تيكم؟ ما يبي من الجنه اصلا، ايش حقه من الجنه؟ بس تسوي عداله تمشي الديره. انت سيدي ابو اسكندر حسن الاداره. والله اذا في ناس كثير تشوف بس البلد ونعدلها، بس البلد فيها خير. حسن الاداره يعني انتم توقعكم تستمر ولا هم استجوابات وعراشيب وكذا؟ والله انت تحكي بالسياسه. لا يعني الحين صار لنا 3 سنين واقفين. فيديوهاته ترى والله عجبتني نقده. البلد لازم تهدى اول شيء، تهدى نفوس. يعني تبون مجلس الامه ولا ما تبونه؟ اقول الزبده تبون مجلس الامه ولا ما تبونه؟ تبون مجلس الامه ولا ما تبونه؟ ما حد جاوبني. تبون مجلس الامه ولا ما تبونه؟ اي طبعا من غير مجلس الامه احنا بروحه في تجاوزات ودنيا، من غيره يعني معناته عمي التقصير. ايش رايك باسكندر؟ لازم حاجه لازم جبلنا على ديمقراطيه يعني مجشوره ما يمشي الامور. بس لا شيء يبغى البلد اللي تحتاج يمشي البلد اللي تحتاج عمل. بس الدستور ما قاعد يمشي معنا. تبي حس الاداره يمشي الاداره الدم. يعني الحين السعدون موجود وهم راضين. الدستور ما تحكي تجري. اي طبعا. شكرا. هذه 1-0 عليك. الله يحفظك. شكرا الله يعطيكم العافيه. على خير. هلا هلا سيدي.